السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرة اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الرباط. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 74. فشكرا اللي كيتبع هذا البودكاست واللي بغى يدعمني يبارطاجيه في اليوتيوب الفيسبوك اللي بغيتي، وهذا دعم حقيقي للمهمة اللي كنحاول نقوم بها. فاثنين الصباح قبل ما نمشي للبرلمان في العشية، مشيت اولا نتلاقى مع المناضل الكبير بن سعيد ايتي الدر في الدار البيضاء في المنزل ديالو. وما نكذبش عليكم، بحال مثل هاد اللقاءات واخا كتكون المعنويه بعد احيانا طايحه، معنويه سياسيه، هاد اللقاءات، اللقاء مع بن سعيد ايتي الدر كيرد المعنويه، وخرج من هذاك اللقاء وانا متحمس ومشيت للجلسه العامه للبرلمان. واخا ما كيعطوناش الوقت، هي كيبان لكم 15 ثانيه كل اسبوع، وما كيتبرمج حتى سؤال شفوي، ما كاين مشكل، كاين مشكل، كان الحماس، وعارفين بان المسار مازال طويل. بالمناسبه حيت الناس كيقول لنا علاش ما كنسمعوكمش في التلفازه، ما كنشوفوكمش، ما كنسمعوكمش في الراديو في ديك الجلسات الاسبوعيه، النظام الداخلي كيسمح للممثلين البرلمان الفروق الكبيره، الاحزاب الكبيره، ما يعطوناش الوقت، هذا النظام الداخلي. ولكن لو بغيتو تعالجوا هذا الشيء عليكم بالتسجيل في اللوائح الانتخابيه، هذا هو الحل اللي جبرت انايا، اللي عنده شي حل اخر يقولوا لي. تسجيل راه ما جبنا غير 165,000 صوت في الانتخابات الاخيره، لو بغيتو يكونوا اكثر من جوج النواب عن فدرات اليسار الديمقراطي، وكنت نقولوا مواقف مختلفه على اللي كاينه في البرلمان، راه خصكم تدعمونا بالتسجيل اولا والتصويت ثانيا في الانتخابات، باش يكونوا 25 30 برلماني على الاقل من هذا التيار اللي كان مثله. نهار الثلاث في البرلمان كانت جلسه طويله، جلسه تشريعيه اللي كانوا 12 المقترح ومشاريع قوانين، صوتنا على 10 بالإيجاب، باش نبينوا لكم بان احنا معارضة، ولكن معارضة بناءة. فمثلا كان مشروع قانون ديال انشاء المقاولات بطريقة الكترونية، هذا شيء ايجابي صوتنا معه، دونك كي تكون شي حاجة مزيانة كنصوتوا عليها، ما كاين حتى شي مشكل. بالحق جوج ديال القوانين، مشاريع قوانين اللي صوتنا ضدها، اولا قانون تصفية الميزانية ديال 2016، وقانون ديال الخصاصة. هذا القانون الخصاصة دخلت انا في هذا الموضوع، قلت لهم كتقولوا بان بغيتوا تخصصوا الماموليه مثلا، عارف فسروا لي شنو هو المنطق، المنطق واش السكك الحديديه، ما حيت هي اللي تابعه للمكتب الوطني للسكك الحديديه، متفقين ما عندنا ما دير في السياحه ولا في الفنادق، ولكن علاش الماموليه بوحديتها، علاش ما تدخلوش حتى لوطيل ميشليفان مثلا، تخليو الدوله غير اللي ما خدامهش مزيان، واللي خدامه مزيان تخرجوها من الدوله. دونك فسروها، الحكومه كتقول لك بان لا هذه استراتيجيه، ما استراتيجيه، تبين لي بان الحكومه باغيه تسد واحد الخصاص اللي عندها في الميزانيه ودازت الخصاصه. هذا بالنسبه لي نوع من الارتجال، راه قلتها في الجلسه العامه، في الوقت اللي حنا قدمنا مقترح باش نسدوا الخصاص من خلال مساهمه تضامنيه استثنائيه من طرف شركات المحروقات، للجميع يعترف بانها حققت ارباح خياليه وغير اخلاقيه لمده سنتين، قدرت هذوك الارباح ب 17 مليار درهم. راه كيبان لكم بان بعدا كون درنا هذيك المساهمه كون ما عندنا لاش نرتجلوا في هذا الشيء ديال الخصاصه، وناخذوا الوقت الكافي للتفكير حول استراتيجيه حقيقيه في عده مجالات بالنسبه للبلاد. نهار الاربعاء في البرلمان كانت المناقشه حول التقرير ديال مجلس اعلى الحسابات اللي تقدم في البرلمان في شهر اكتوبر. هذاك التقرير كنعتبروه ايجابي، كيفيد نقولوا المسار السياسي البلاد، ولكن اقترحت انا هذا مقترح قدمته في البرلمان، قلت وعلاش ما يجوش جميع المديرين ورؤساء الشركات والمنشات العموميه على الاقل مره في العام للبرلمان باش يقدموا استراتيجيه ديالهم، وحنا كنواب ممثلين الامه نفهموا ديك الاستراتيجيه، ننتقدوها الا خصها تنتقد، ونعدلوها الا خصها تعدل. فبدا في البرلمان، بدينا بالمكتب الوطني للسكك الحديديه، هاجي المدير عام ديال الوينو، ولكن مازال كاين المدير عام ديال السي دي جي مثلا اللي خصو يجي باش نفهموا اولا الاختلالات اللي كاينه في السي دي جي، ونشوفوا الاستراتيجيه اللي كيقدمها، راه هذوك فلوس الدوله. نفس الشيء على المدير العام ديال لو سي بي، خصو يجي باش نفهموا، نشوفوا استراتيجيه نفهموها مزيان، ونبنيوا الموقف ديالنا حنا كفاعلين سياسيين. فهادو من الاشياء اللي يمكن لها تكون ايجابيه بالنسبه نقولوا التنميه ديال البلاد بصفه عامه. من غير هذا الشيء، لقاءات متعدده كما جرت العاده، عندنا لقاء غدا نهار السبت كمستشارين جماعيين، تسعود بينا هي التصويره في حي رياض، حيت حنا مستشارين جماعيين عن حي رياض، فليكون تكون مناسبه باش نتكلموا مع المواطنين وساكنه هذا الحي
المشاكل اللي كيعانيو منها والمقترحات ديالنا في هذا المجال. الاسبوع الجاي عندي يعقوب المنصور، مش الناس اللي كيقولوا نتوما ربحي الرياض، لا ماشي صحيح. وكذلك الاسبوع اللي هذاك الاسبوع غنمشي للجهه الشرقيه، عندي لقاء في الجهه الشرقيه في مدينه بركان بصفه خاصه. واخيرا موسيقى عن المرحوم حميد زاهر الله يرحمه، الله توفى، عندي ميعاد. شكرا على المتابعه والى اللقاء في بودكاست مقبل. انا عندي ميعاد هذا سر معروف، خيف من الحسن اسمها مقبولها، اسمها صادية انا اللي سؤال، اسمها صادية انا اللي سؤال. انا عندي ميعاد، عندي ميعاد، عندي ميعاد، عندي ميعاد.